ركز معايا في الجزء القادم ده. ليه انا بشكر الجمعيه العموميه في النادي الاهلي؟ لان هم اصحاب الفضل الحقيقي والرئيسي. ليه؟ عشان هم عندهم حسن اختيار. حسن اختيار من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي لمن يمثلها في اداره النادي. الجمعيه العموميه اختارت كابتن خطيب ومجلس ادارته، فبالتالي اذا كان هناك من يستحق التحيه فانا بحيي الجمعيه العموميه داخل النادي الاهلي على حسن اختيارها لمجلس اداره محترم. ما بيخلكش تخش في ازمات. ما بيخلكش او بيشوف النواقص اللي عندك ويحلها. بدون كلام. ما تلاقيش الكابتن خطيب يطلع يقول لك ايه؟ انا عملت. ما تلاقيش العمري بيه فاروق يقول لك ايه؟ انا عملت. الاستاذ خالد مرتجي ما حدش بيقول انا عملت. الناس كلها بتقول النادي الاهلي عمل. فانا بحيي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لانه الجمعيه العموميه دي حسن اختيارها خلانا نبقى واقفين كده مبسوطين سعداء بالاختيارات اللي بتعملها الجمعيه العموميه. بيعرفوا يختاروا. بيعرفوا يختاروا. ما بيفرقش معاهم حاجه غير اسم النادي الاهلي ونجاح النادي الاهلي. ما بيفرقش معاهم حاجه تانية زي ما بنشوف جمعيات عموميه اخرى. الحقيقه يعني ده واضح جدا جدا لكل الناس.